بدايته فكرة، ناسين اللي فات ودايما باصين لبكرة، ومفيش حاجة مستحيلة تقدر علينا. الجاي في حياتك انت عارفه ورسمه، لكل واحد في حلم مكتوب باسمه، كل الحكاية وما فيها نتعب شوية. معنى اسمي معجزة باليوناني، وهحققها ان شاء الله في بطولة تايلاند 2019. انتظروني. الشقاوة تشوفوها في عيني، وكمان هتشوفوها وانا برفع كاس البطولة. انا هنا، انتظروني في بطولة تايلاند 2019. انا احمد تامر، افتكروا اسمي كويس عشان هكون بطل من اطفال العالم في تايلاند 2019. انتظروني. انا اجتهدت وتعبت كتير عشان اللحظة اللي هشارك فيها في بطولة العالم في تايلاند. انتظروا بطل جديد، انا زياد. انا اسمي ملك، وكل المسابقات اللي دخلتها كسبتها، وان شاء الله هكسب بطوله تايلاند 2019. انتظروني. انا عمر، سريع جدا في الناس، مين فيكم يقدر يكسبني بطل العالم 2019؟ انتظروني. انا فرح بنت الاسماعيليه، رقيقه جميله، لكن محدش يقدر يكسبنا في الماس. هرجع الاسماعيليه بالكاس من تايلاند 2019. انتظروني. تعليم صعب لكن النجاح احلى. انا الثاني على العالم في فرنسا 2018، وان شاء الله البطل في تايلاند 2019. انتظروني، محتاج تشجيعك. انا جنى، اتجننت حكام بطوله العالم في ماليزيا 2018، وكمان هتجنن حكام العالم في تايلاند 2019. انتظروني. لما تكون في بطوله عالم فيها بطل من ابطال المنوفيه، اكيد الكل هيخاف ويشاور عليا. انا محمد، بطل المنوفيه وبطل مصر، وقريبا بطل العالم في 2019. انتظروني. لكل طلاب العالم، لازم تخافوا. انا احمد، بطل كيو ام اس، وهرجع بالكاس. مين عايز يبقى بطل عالم؟ مين هيكسب؟ سؤال في 3 دقايق، خمس ارقام على 3 ارقام وخمس ارقام على رقمين. لو انت اديتهم لخبير رياضيات مش هيقدر يحل سؤالين في 3 دقايق.